امبارح كانت الحلقات الثانية لمسلسلات رمضان، واللي كان فيها أحداث كتيرة ومهمة شدت الجمهور، خاصة المسلسلات الوطنية اللي كان فيه طبعا تفاعل كتير عليها على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن هي بتقدم تفاصيل وسرد الأحداث مهمة. خلونا نتابع ملخص اللي حصل امبارح في المسلسلات. الحلقات الثانية من موسم دراما رمضان شهدت أحداث استثنائية ومشوقة. البداية من مسلسل الاختيار الجزء الثالث، اللي جت الحلقة تحت عنوان خيرت الشاطر. بدأت الحلقة بمشهد من داخل مكتب الإرشاد ولقاء بيجمع المرشد محمد بديع اللي بيجسد شخصيته عبد العزيز مخيون والقيادي الإخواني سعد الكتتني، وكانوا بيتناقشوا في أزمة غضب السلفيين منهم، وده في الوقت اللي بيجتمع فيه خيرت الشاطر اللي بيجسد شخصيته خالد الصاوي مع وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي في مبنى المخابرات الحربية بحضور اللواء عباس كامل. ويطلب خيرت الشاطر من السيسي إن يكون هناك تعاون بين الجيش والإخوان لأن ده من مصلحة البلد. ويظهر السيسي وهو غير مهتم بشكل كبير بحديث خيرت الشاطر، ويفاجأ الشاطر بسؤال اللواء عباس كامل عن الغداء، وقال عباس الغداء جاهز أصل شكل خيرت جعان. فيرد عليه خيرت ويقول له مش هناكل سوا، فرد عليه الوزير عبد الفتاح السيسي لا أصلي وعدت رجالتي إني هتغدى معاهم النهاردة. ومن ناحية تانية بيقوم الثلاث ضباط زكريا ومصطفى ومروان بمأمورياتهم المختلفة بهدف الوصول لأعضاء الجماعات التكفيرية. يا عباس أفندم، هو الغداء إمتى؟ أصل باشمهندس خيرت شكله جعان. الغداء جاهز يا فندم. اتفضل يا باشمهندس، الغداء جاهز. وأنا مش هناكل سوا. يبقى عيش وملح ازاي؟ لا اصل انا وعدت رجالتي اني هتغدى معاهم النهارده. شرفت. شرف لينا يا فندم. وبدات الحلقه الثانيه من مسلسل العائدون باثاره كبيره خلال الاحداث، خصوصا مع كشف تنظيم داعش خيانه ابو مصعب اللي بيجسد دوره محمد فراج وهو بيتكلم مع ضابط المخابرات، الامر اللي تسبب في حاله من البلبله ما بين كراره والضابط اللي بيجسد دوره محمود عبد المغني. وده بعد ما أكد أمير كرارة على إنه مش هيقبل إنه يكون موجود في مصر وأبو مصعب يتم قتله، وطالب محمود عبد المغني بضرورة تنفيذ خطة إخلاء أبو مصعب من التنظيم، الأمر اللي مش هيتقبله محمود عبد المغني. أهم حاجة في المهمة دي إنها ترجع بدون خسائر، ما ينفعش حد فيكم يقع في إيديهم. ما تقلقش، سيب على الله. الحلقة الثانية من مسلسل المشوار كشفت عن القبض على وجيه بيه بتهمة التجارة في الآثار، ورصدت الحلقة قيام أحمد مجدي بالقبض على وجيه بيه بعد ما لقى شنطة سفر في بيته جواها قطع أثرية، ومن هنا أنكر وجيه صلته بيها وأكد إنه ما يعرفش عنها حاجة وأول مرة يشوف اللي جواها. أنا أول مرة أشوفها دلوقتي حالا. فكر شوية يا أستاذ وجيه، ما يمكن الحاجات دي من خان الخليلي وأنت جايبها لزوم الشغل عشان شركة السياحة؟ ما أعرفش إذا كان ده شغل الخان ولا لأ، بس كل الأحوال ما تخصنيش وأول مرة أشوفها. أما الحلقة الثانية من مسلسل دايماً عامر للنجم مصطفى شعبان فبدأت باقتحام المعمل وإنهاء عملية السطو واحتجاز الطلبة جوه المعمل، وبعد ما شال القناع من على وشوش المجرمين اكتشف إنهم من طلبة المدرسة. لكن في نفس الوقت بتكتشف لبلبة إن مصطفى شعبان مش هو الدكتور المطلوب اللي استدعته، وواضح كده إن في تشابه أسماء بينه وبين دكتور جامعي، فمصطفى شعبان اللي بيقوم بدور عامر عبد الرازق ليس إلا أخصائي اجتماعي ومش دكتور في الجامعة. مش قلت لك يا أبو الوفا بيه؟ أهو اخترعوا طلبة من عندنا. خلاص خلاص تعال أنا. يحيى are you crazy freak us out. افتح الباب يلا. في الحلقة الثانية من مسلسل فاتن أمل حربي للنجمة نيلي كريم بدأت أحداثها بصدمة فاتن اللي اكتشفت اختفاء عفش بيتها، وتأكدت إن طليقها سيف اللي بيجسد دوره الفنان شريف سلامة هو اللي عمل كده، وراحت سألت البواب وقال لها إن سيف جه وجاب عربية نقل ونقل العفش كله، وطلبت من البواب يجي معاها الاسم علشان يشهد باللي شافه، وبعد ما راحوا وقبل دخول الاسم هرب منها البواب. وقامت فاتن بعمل محضر بتبديد المنقولات، ليكتشف أمين الشرطة بعد كده إن فاتن مش معاها قايمة منقولات، فبيقول لها إنه هيعمل محضر سرقة منقولات مش تبديد. رقم المحضر حضرتك هتروحي تتابع بيه. المفروض إن المحضر بتاعنا دلوقتي هيترفع من هنا على النيابة العامة للاطلاع، وكيل النيابة كده هيقعد يقرب تمعن ويديله قيد ووصل، تمام؟ وبعدين؟
لا في حاجه كده قبل بعدين، ممكن النيابه تحفظ التحقيق. يعني ما توديهوش للمحكمه؟ وعشان كده المحامي بتاع حضرتك لازم يتابع برقم المحضر ده لغايه ما تحدد جلسه لحضرتك. كمان بدات احداث الحلقه الثانيه من مسلسل الكبير قوي 6 بتحول ابن الكبير قوي احمد مكي العتره بعد شرب اللبن لشاب كبير، حتى ان الكبير ما صدقش ان ده ابنه لدرجه انه ربطه لحد ما اعترف له انه حرامي. وفي مشهد تاني بيروح الكبير قوي للدكتور ربيع اللي بيجسد شخصيته الفنان بيومي فؤاد صاحب اختراع اللبن، وبيقول له ده اكتشاف علمي وده التطور الجيني اللي حصل معاه بعد ما شرب اللبن اللي هو اخترعه، وازاي تسيب يا كبير تركيبة بالخطورة دي قدام الطفل. وبيصدق الكبير قوي ان العترة ابنه وبيحاول يتأقلم مع الوضع الجديد. ده ولد العترة؟ ايوه ده العترة. ايوه انا العترة يا ابوي. بس يا كابتن خابر، لو الخريف اللي بتقول عليه ده طلع صح اللي هعمله فيك هيسحب الترند من البطة شيماء. في الحلقة الثانية من مسلسل في بيتنا رابط 2 من بطولة هشام جمال وليلى أحمد زاهر، راح يوسف اللي بيجسد دوره هشام جمال في اجتماع مع المستثمر الجديد عماد رشاد اللي المفروض إنه هيشتري كل نسخ الرابط اللي صنعها، لكنه بيتفاجئ إن المستثمر وقع عقود مع شخص تاني بيقوم بصناعة الرابط، وبيحصل خلاف بينهم وبيرفض يكمل الاجتماع.